نجحنا في الوصول إلى نجيب عبد الوهاب شقيق البطل الراحل عبد الرقيب عبد الوهاب ليروي لنا جانباً مما حدث. عبد الرقيب عبد الوهاب كان لا يريد أصلاً السلطة ورفض حتى رفض رئاسة الأركان ورفض الرتبة عندما ترقيها إلى رتبة مقدم بصورة استثنائية، وقال أن هذه الرتبة غير قانونية وأنه محتفظ برتبته رتبة النقيب. وأما بالنسبة للقوات المسلحة كان علاقته علاقة وطيدة مع جميع قادة الوحدات الحديثة وهم من شاركونا في انتصار 70.